Hello, my dear students watching us now. I'd like to welcome the students of the third year secondary who are watching our program مدرسة على الهواء. Welcome in a new episode. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. Today we're going to have a final revision on Hello English for third year secondary. والنهاردة هنعمل مراجعة نهائية على منهج Hello English للصف الثالث الثانوي. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا في مجموعة افكار لها علاقة بالfunctions وكمان مجموعة من الvocabulary والstructure. النهاردة هنكمل شوية في حاجات لها علاقة بالstructure والvocabulary. هيكون في معانا مجموعة من الجمل، طبعا هنناقش مجموعة من الـ القواعد او الجرامر رولز اللي احنا خدناها او درسناها في الكتاب. كمان هنناقش ازاي نكتب باراجراف بطريقة كويسة ونراعي حكاية البانكتويشن وكل التفاصيل بتاعت كتابة الباراجراف. كمان هنعرف عن كتابة اللتر وايه الفرق ما بين كتابة اللتر او الخطاب وما بين الباراجراف وازاي نتصرف في ده او ده. هيكون كمان معانا one reading passage في قطعة قراءة وعليها مجموعة من الأسئلة. هنحاول ان احنا نتناقش ايه أفضل طريقة أو أسلوب نحل بيه الريدنج من غير ما نضيع وقت في الامتحان. تعالوا نبدأ بأول حاجة، وأول حاجة هنناقشها النهاردة هتكون سؤال correct the mistake or find the mistake and correct it. هنحاول نشوف الخطأ اللي في الجملة وهنشوف الجملة دي تبع لأي قاعدة أو تبع لأي جزء من الفوكابلري. Let's start. تعالوا نبدأ. إحنا على السكرين هنشوف جملتين. عندنا طبعا كلمة who أو whom, which, whose, where, when. يبقى عندنا كلمة who، وطبعا هناخدهم بالتفصيل دلوقتي، هنحاول نفتكرهم سوا. Who or whom, which, whose, where, and when. دي كده الكلمات أو البرونونز اللي عن طريقها أنا بعمل حاجة اسمها relative clause، يعني أنا بربط ما بين two sentences ليهم علاقة ببعض في المعنى. They have a relation in the meaning, so grammatically we can join them using the relative pronouns. علشان كده في الجرامر إحنا ممكن نعمل لهم join أو نربطهم مع بعض باستخدام relative pronouns. ايه الفرق ما بين كل واحد والتاني؟ احنا هنشوف دلوقتي مجموعة من الجمل بتدي examples. ممكن جدا يكون من خلال الجمل دي يدي سؤال في مثلا mistake او سؤال في choose، وبحيث ان هو يلخبطنا في استخدام الـ relative pronouns. Let's have a look. يلا نشوف ايه اول sentence او ايه اول استخدام. عندنا كلمة who هي الاستخدام الاول، وطبعا الاول هناخد في الجملة دي هنشوف انه كلمة who بتقول او الجملة بتاعتها بتقول that is the man he took my purse. That is the man، وبعدين الجملة التانية he took my purse. تمام، يبقى هو ده الراجل، هو اخد مني الحقيبة بتاعتي او الشنطة بتاعتي. لو احنا حابين نعمل join لتو sentences دول، احنا عندنا جملتين كل جملة فيهم ليها subject والverb بتوعها، فاحنا اللي هنعمله ان احنا هنربطهم ونشوف ايه الحاجة اللي فيها علاقة ما بين التو sentences دول، ايه الحاجة اللي ليها علاقة او مشتركة ما بين الجملتين. عندنا طبعا الشيء المشترك هو the man وكلمة he، يبقى كلمة man والكلمة اللي بتعود عليها في الجملة التانية هي كلمة he. فعلشان كده احنا هنستخدم pronoun أو relative pronoun يكون بحل محل كلمة man، وman ده طبعا شخص عاقل، فالrelative pronoun المناسب ليه هو كلمة who. ممكن كمان إن احنا نستبدل كلمة who بكلمة that. أوكي، يبقى احنا كده عرفنا إن الشيء المشترك ما بين الجملتين هي كلمة man، وكلمة man موجودة في الجملة التانية مكانها فاعل لأنه البرناون بتاعها اللي بيعبر عنها كلمة هي. فعلشان كده احنا هنجيب relative pronoun بيحل محل الفاعل بتاع الجملة التانية، وكمان في نفس الوقت بيحل محل الشخص العاقل، فهنجيب كلمة who. طيب
تعالوا نرجع تاني للسنتنس ونشوف احنا عملنا اللينك او ربطنا ما بينهم ازاي. السنتنس بتقول that is the man who took my purse. ممكن اقول that is the man that took my purse. زي ما احنا شايفين في الجملة ان كلمة who جه بعدها الفعل مباشرة، لانه كلمة who هنا هي حلت محل كلمة he اللي في الجملة السابقة او في الجملة قبل ما يتعمل فيها ربط. فكلمة who او كلمة that جه بعدها الفعل بتاع الجملة التانية، وجت بعد كلمة the man اللي هو الاسم اللي هي بتعود عليه. يبقى احنا عندنا الجملة الـ relative pronoun اللي استخدمناه اللي هو who جه بدل الاسم اللي هو كلمة he، بدل الـ pronoun he بتاع الجملة التانية، وجه بعد الاسم اللي بيعبر عنه او اللي بيتكلم عنه. وعن طريق كده بقت الجملتين دول جملة واحدة. فبقت السنتنس that is the man who took my purse، ده الشخص اللي أخذ مني الحقيبة بتاعتي. في relative pronoun تاني اللي هو who أو whom. طب إيه الفرق ما بين الأول وما بين التاني؟ الأول كان هو الأولانية دي كانت بتتكلم أو بتحل محل السبجكت أو فاعل الجملة، علشان كده هي جت بدل فعل الجملة اللي كان موجود في الجملة التانية. طب who أو whom ممكن جدا ان انا استخدم كلمة هو، بس المرة دي تحل محل الاوبجكت او المفعول به. فاحنا عندنا هو or whom بستخدمهم عشان تحل محل المفعول به في الجملة او الاوبجكت. Let's have a look at another example. تعال نشوف مثال تاني. عندنا مثلا كلمة او sentence بتقول the woman is my friend. You met her at the party. The woman is my friend. يعني ستي دي صديقتي. You met her at the party. انت قابلتها في البارتي. طبعا ايه الكلمة المشتركة ما بين الجملتين هنا؟ The woman هي المشتركة، لانه بيقول الست اللي قابلتها دي او الست اللي هي صاحبتي دي انت قابلتها في البارتي. البرناون اللي موجود في الكلمة في الجملة التانية اللي هي كلمة her، ودي عايدة على كلمة the woman. فهي دي العامل المشترك ما بين كلمة الجملتين، كلمة woman، وطبعا البرناون أو الضمير اللي بيعود عليها في السنتنس التانية هي كلمة her. طيب في الحالة دي هو احنا بنتكلم على مفعول به. The woman هنا هي مفعول به. ليه؟ هو قابلها هي، لكن الفعل كان you أو الشخص اللي قابل هو الفعل، لكن the person who met her ده الفعل، لكن the woman was met by another person، يعني الست دي اتقابلت بشخص تاني فهي المفعول بتاع الجملة. طب علشان كده احنا هنجيب relative pronoun مناسب للobject انه يحل محل المفعول به في الجملة. Let's have a look. تعالوا نشوف ازاي قمنا بربط الجملتين مع بعض. فهنقول the woman you met at the party or at the office is my friend. The woman you met at the office is my friend. طيب يبقى احنا هنا ربطنا الجملتين بكلمة بدون كلمة، لان احنا ممكن جدا ان احنا نشيل هو او هوم طالما ان هي بتحل محل مفعول به، وطالما ان فاعل الجملة الاساسي موجود. فاحنا ممكن نشوف الجملة دي ونقول طب احنا فين اداة الربط؟ متاح جدا انه طالما هو او هوم هما بيحلوا محل مفعول به والفعل بتاع الجملة موجود في الجملة ان احنا نستغنى اصلا عن هو او هوم. لكن لو احنا هنحطها تاني بعد كلمة the woman، يبقى the woman who you met at the office is my friend، او the woman you met at the office is my friend. ليه احنا هنا شلنا هو او هوم؟ لان هي بتحل محل مفعول به، وطبعا لو جبناها هنجيبها بعد كلمة the woman وبعدها جملة كاملة فيها subject أو فعل وفيها فعل. جملة كاملة بتتبعها فيها subject والverb أو الفعل والفعل. أوكي كده إحنا خدنا example عن who whom لما بنستخدمهم in the place of the object. طيب let's move to another relative pronoun. تعالوا نشوف relative pronoun تاني ونشوف هو استخدمه إيه. We're going to see on the screen the word which. The next relative pronoun is which. طبعا كلمة which دي relative pronoun اللي بيحل محل things الأشياء.
يبقى انا لو شفت ان في شيء زي السنتنس اللي خدناها، كلمه هاوس تنفع تبقى بليس مكان، وتنفع تبقى ثينج او شيء، فممكن جدا نستخدم كلمه ويتش او وير معاها. طبعا في عندنا الاشياء كتير جدا ممكن تيجي عندنا في جمل، فلما نحب ان احنا نحل او to replace it with another pronoun، لما نحب ان احنا نبدل الشيء ده ب relative pronoun هنستخدم كلمة which. طب let's have a look at the sentence. This is the restaurant. It serves delicious food. This is the restaurant. It serves delicious food. يعني ده المطعم، والمطعم ده بيدينا او بيعرض لنا بيقدم لنا مجموعه من الاكلات اللذيذه. This is the restaurant which serves delicious food. هنا انا ما بقولش ان المكان ده انا بعمل فيه شيء معين، انا بقول المكان ده هو نفسه بيعمل شيء. اوكي، فعلشان كده احنا استخدمنا كلمه which، وممكن كمان نبدل كلمه which بكلمه that. اوكي، فمتاح جدا ان احنا نبدل كلمه which بكلمه that. It's okay, no problem. وممكن ان احنا نجيب كلمه which بس المهم ان احنا هنبدلها بالكلمه اللي هي هتبقى مكان الشيء اللي بنتكلم عنه، والكلمه المشتركه ما بين الجملتين. طبعا احنا في السنتنس دي شفنا كلمه restaurant في اول جمله، وكلمه it في الجمله الثانيه. It دي طبعا refers to the restaurant، بتعود على restaurant، فهي دي الكلمة المشتركة. فعلشان كده احنا هنشيل كلمة it او pronoun اللي في الجملة التانية ونحط بداله كلمة which، وفي الحالة دي بقت كلمة which هي الفعل بتاع الجملة التانية، فمش محتاجين نجيب فعل تاني، فهنحط بعدها على طول الverb اللي هي كانت في sentence دي كلمة serves. فهتكون sentence تاني: This is the restaurant which serves delicious food. Or this is the restaurant that serves delicious food. طيب ال next sentence بتاعت which بتقول لنا I found the keys, you're looking for them. I found the keys, you're looking for them. هنا ال sentence دي مختلفة، لأنه الفعل بتاع الجملة هنا اتنين فاعل مختلفين، يعني I found the keys, you're searching for them. في عندنا اتنين subjects مختلفين عن بعض، مش نفس السبجكت او مش نفس الفعل في الجملتين. طيب في ايه هنا المشترك؟ المشترك كمان كلمة keys اللي هي المفاتيح، وطبعا them البرونون اللي بيعود عليها اللي موجود في الجملة التانية. فالكلمة المشتركة ما بين two sentences هي كلمة keys والpronoun بتاعها them. طيب يبقى المفروض ان احنا هنعمل replacement هنا للword، ان احنا نبدل الكلمة ب relative pronoun مناسب لكلمة keys، لان هي المتكررة او المشتركة ما بين الجملتين. فايه المناسب لكلمة keys؟ طبعا هي شيء، يبقى نستخدم which. طب let's see how did we finish the sentence. تعال نشوف احنا نهينا sentence ازاي. I found the keys which you're looking for. طبعا شلنا كلمة them من الجملة لأنه كده هيبقى تكرار، احنا جبنا which فخلاص there's no need to another pronoun، فيش احتياج لpronoun تاني. فهنقول I found the keys وجت كلمة which بعد كلمة keys زي ما احنا شايفين، اللي هي الكلمة اللي which جاية علشان تعبر عنها. وبعد كده جبنا جملة كاملة لأن الفاعل بتاع الجملة مختلف عن الجملة الأولى، فجبنا subject اللي هو you، وجبنا are اللي هي الفعل are looking for. فكده احنا عملنا ربط ما بين الجملتين بشكل سليم. اوكي، طيب كده احنا خلصنا which. let's move on to another relative pronoun. تعالوا نشوف relative pronoun تاني ممكن يكون محل أسئلة. Let's have a look and see the word whose. طبعا كلمة whose دي relative pronoun اللي بيحل محل الملكية، لما بكون السنتنس دي بتبقى فيها شيء ليه علاقة بالملكية، يعني أنا بملك شيء معين، أنا عايز أتكلم عن حاجتي أو حاجة غيري، دي كده اسمها الملكية. وطبعا ال possessive pronoun whose
هنشوف استخدامه ازاي ممكن يكون في بعض الجمل like the sentence on the screen زي السنتنس اللي هيشوفها دلوقتي. The sentence says that is the girl, her skirt is pink. That is the girl, her skirt is pink. طبعا واضح جدا من السنتنس ان انا بتكلم على girl وعايزة اقول ان السكيرت بتاعتها او الجيب بتاعتها pink او لونها بامبي. طيب that is the girl وعندي البرناون اللي موجود اللي بيعبر عن الملكية هي كلمة her. فأنا خلاص هشيل البرناون ده وهستبدله بكلمة whose وطبعا هجيب كلمة whose بعد كلمة the girl. That is the girl whose skirt is pink. That is the girl whose skirt is pink. طبعا ممكن جدا يلخبطني في جملة زي دي ويقول لي that is the girl which skirt is pink. Which skirt is pink؟ طبعا غير مناسب لأن أنا هنا بتكلم على السكيرت بتاعة الجيرل. The skirt that the girl has or the girl owns. علشان كده لازم أجيب possessive relative pronoun. A relative pronoun اللي بيعبر عن الملكية. So the best one is the word whose. فهنقول that is the girl whose skirt is pink. طبعا جت كلمة whose هنا ما بين ال two nouns أو ما بين الاسمين، الأول اللي هو الجيرل اللي أنا بتكلم عن الحاجة بتاعتها، والتاني اللي بعده whose هو الشيء اللي بيمتلك للجيرل. طيب، بعد كده البرناون اللي يليه هو كلمة where، وطبعًا إحنا عارفين إن البرناون بتاع where هو البرناون اللي خاص بالأماكن. بستخدمه لما أكون بتكلم عن places أو أماكن. طيب، place اللي حصل فيه حاجة معينة أو البليس اللي أنا فيه قمت بحاجة معينة ده كده بستخدم معاه كلمة where. Let's have a look and check how can we join the sentences together. طيب الأول تعالوا ناخد اتصال. طبعا إحنا هيكون معانا حد في عنده question أو حاجة. بنقول معانا بكر من البحيرة. Hello بكر, how are you doing? Hello. Hello, Mrs. Nani. Hi, Buck. How are you doing? I am watching مرات على الهواء. Okay, that's great. Are you enjoying the program? Yes. That's great. Buck, do you have a question? عندك سؤال؟ في كلمة هي كوارتر إز ولا آر؟ طب معلش ممكن تقول تعالي صوتك وتقول الكلمة تاني؟ كلمة هي كوارتر. كوارتر؟ is ولا are. طيب كلمة quarter اللي هي ربع دي طبعا الكلمة اللي انت تقصدها؟ لا headquarter. headquarter the headquarter هناخد معاها كلمة is. headquarter يا بكر بتيجي معاها كلمة is. اوكي headquarter الكلمة اللي انت قلت عنها طبعا دي بتشير لحاجة مفرد والكلمة اللي المفروض تيجي معاها هي او الفعل المفروض يكون singular. اوكي يا بكر؟ موجودة في كتاب الوزارة ار. طيب احنا عندنا the headquarter موجودة في هي حسب هي plural ولا singular؟ ممكن تقول لي sentence بتاعتها؟ ممكن تقول لي السنتنس بتاعتها يا بكر؟ تمام مكتوبة but it is believed that ها؟ but it is believed that the spices headquarters are a small hotel on the coast. طيب انت headquarters اللي بالاس يبقى يتاخد معاها ار. سامعني يا بكر؟ تمام. يبقى لما يجي معاها اس يا بكر عشان انت قلتها في الاول بصيغه السنجلر. لما يجي معاها كلمه الاس في الاخر يبقى هي كده بلورال فيجي معاها ار. اوكي يا بكر؟ اوكي في سيتويشن. طيب اوكي قول لي سيتويشن. The teacher asked Samia which language skill she would like to improve. انا اعملها ان دايركت ولا اعملها ايه؟ طيب سؤال معلش تاني قول لي الجملة تاني. The teacher asked Samia which language skill which language skill
She would like to improve. She would like to improve. طيب ايه اللي مطلوب منك في الجملة؟ هو طالب منك في الجملة تعمل ايه؟ The situation بس. ده situation. أنا معرفش أعمله. طيب ده situation يعني أنت المفروض ده موقف وأنت مثلا respond دي تبع سؤال respond to the situation أنت المفروض هترد على ال situation ده. The teacher asked Samia which language she wants to improve يعني أي لغة أنت حابة تحسنيها فهتقول I'd like to improve French language. Okay? I'm not good at French. اوكي انا ممكن اكتب لك الجمله يا بكر علشان تشوفها معايا السنتنس اللي قالها لنا بكر بتقول the teacher asks Samia which language would you like which language would you like to improve Would you like to improve? Okay? طيب ده كده ال question. المفروض ان ده question بيجي تبع سؤال respond to the following situation. يعني المفروض ان احنا ده موقف واحنا هنشوف ردة الفعل تكون ايه. فممكن تكون جدا الاجابة I'd like to improve French ونختار اسم اي واحدة من اللغات ممكن نكتب French, English اي لغة انت عاوزها I'm not good at it I'm not good at it okay يبقى هي دي الانسر بتاع السيتويشن ده ده سيتويشن والريسبوند بتاعه المفروض يكون بالشكل ده thank you very much بكر شكرا ليك يا بكر you made very good questions انت عملت questions كويسة وسألت أسئلة كويسة جدا thank you and bye bye follow us مع السلامة وتابعنا تعالوا بقى دلوقتي نستكمل الأسئلة اللي موجودة معانا أو نكمل بقية الجمل اللي موجودة معانا احنا كنا بنتكلم على where هنشوف على screen دلوقتي استخدام كلمة where This is the hotel we stayed in it last summer. This is the hotel we stayed in it last summer. يعني ده الأوتيل احنا قعدنا أو أقمنا فيه الصيف اللي فات. This is the house or this is the hotel where we stayed in last summer. طيب احنا عندنا هنا في الجملة بدلنا كلمة house أو كلمة hotel أو أي كان المكان اللي ممكن يكون موجود house, hotel, inn, motel, flat أي كان المكان اللي موجود إحنا شفنا إن هو اللي متكرر ما بين الجملتين في كلمة hotel في الجملة الأولى وكلمة it في الجملة الثانية فإحنا هنعمل link أو هنربط ما بين الجملتين بكلمة where لأن ده المكان اللي إحنا أقمنا فيه وطبعا كلمة انه في بيتعمل حاجة او داخله او في المكان ده بيتعمل حاجة او حواليه المهم ان انا بشير انه تم شيء فيه او حوله او كده يبقى انا هستخدم where as the best relative pronoun هستخدم where تكون هي افضل relative pronoun في الموقف ده طيب احنا هنشوف اتصال تاني معانا مصطفى من القاهرة hello مصطفى how are you doing hello miss Hi Mustafa, are you watching us? عندي سؤال في السبيكر. في السبيكر تقصد ايه في طب قول لي السؤال كده وقول لي ايه المفروض مطلوب منك تعمل ايه؟ Could I have a look at this meter? Of course, madam. طب معلش تاني could I have a look? Could I have a look? At this. At this meter. At this A? Mattress. Mattress. Could I have a look at this mattress? Oh. Of course, madam. Of course, madam. Please, ba. Eh? Please. يا لا المكان بتاع البلايس. البلايس. انت عايز تعرف البلايس بتاعها كانت فين.
Could I have a look at this mattress؟ طبعا mattress دي اللي هي ايه يا مصطفى؟ عندك فكرة ايه هي الماتريس؟ اللي هي مثلا محل الملابس، مش ماشي. مش ملابس، هو ده محل خاص بالفرنتشر. اوكي، الماتريس دي اللي هي المرتبة. اوكي، مرتبة. فا اتس ا شوب، طبعا ممكن تقول فرنتشر شوب. اوكي، او ديبارتمنت ستور. اوكي، يعني احنا ممكن نكتب كده ان المكان ده ديبارتمنت ستور. ديبارتمنت ستور، ممكن كمان تكتب كلمه ستور لوحدها. اوكي، فهي دي البليس بتاعها. اوكي اوكي Do you have another question مصطفى؟ اوكي اوكي خلاص كده، ولا في question تاني؟ لا بس I want to answer. You want to answer a question. طيب كويس جدا، انا هجيب لك سؤال. احنا هنعمل بس هنحاول نشوف كده سؤال هديه ليك، وطبعا استنى كده معايا، انا هعرضه لك على السكرين يا مصطفى. في question بيقول، تشوفوا معايا على السكرين يا مصطفى. My sister suggested go to the zoo at the weekend. واحنا هنا عندنا mistake. My sister suggested go to the zoo at the weekend. وفي عندنا mistake. فتعرف تطلع لنا المستيك الموجودة هنا يا مصطفى؟ هتبقى go to، هتبقى to go. طب معلش فكر تاني كده. suggested انت برافو عليك، انت عرفت الكلمه اللي فيها الغلط، هي كلمه جو. اوكي، هي كلمه جو، برافو. المفروض بقى ان احنا جايه بعد suggested، فهنعمل ايه؟ ها تو جو. لا، مش suggested to go، ايه؟ going. برافو، اكسلنت، صح، برافو عليك، هي going. يبقى الكوريكت انسر هي my sister suggested going to the zoo at the weekend. اكسلنت يا مصطفى، وخليك معايا. يعني انا هقول لك باي دلوقتي، وثانك يو فيري ماتش فور يور كونتريبيوشن، شكرا لمشاركتك، بس خليك معايا متابع علشان انا هشرح ليه احنا هنا جبنا going بعد suggested. اوكي، دي برضو رول موجوده معانا في الكتاب. بات let's return back to the relative pronouns. تعالوا نرجع تاني للrelative pronouns ونشوف معانا كلمة when. طبعا دي واحدة من الrelative pronouns اللي موجودين. السنتنس بتقول this is Friday we go to the park. طبعا كلمة when هنا بتشير للمكان، وانا لو حابة ان انا اربط ما بين الجملتين دول علشان في كلمة Friday بتشير لي الزمن، sorry، كلمة when بتشير للزمن وFriday بتشير للزمن. الجملة بتقول this is Friday، والجملة التانية we go to the park on Friday. فلو انا حابة ان انا امنع التكرار واحط كلمة when عشان تربط ما بين الجملتين، هقول Friday is when we go to the park. Friday is when we go to the park. طبعا بعد كلمة when جت السبجكت او الفاعل، وبعد كده جه الفعل. اوكي، معانا دلوقتي نور من اليكس. هاي نور. نور من اسكندرية. هلو. الو. هلو نور، how are you doing؟ ازيك يا نور؟ fine thanks. Do you have a question؟ اوكي، ايه السؤال بتاعك يا نور؟ بيقول لي I missed the train. معلش تاني. I missed the train. I missed the plane. The train. The train. Space. وبعدين space. I was late for work. I ايه؟ I was late for work. I was late for work. الchoice بقى. الchoices. So that. So that. ولا consequently. Consequently. ها؟ بس هم دول هم two choices دول. طيب احنا طبعا عندنا I missed the train. انا الترين انا خلاص فاتني. I was late for work. الجملة الاولانية دي والتانية يا نور، ايه العلاقة ما بينهم؟ هو نتيجة وسبب. مين بقى اللي بيدي النتيجة ومين السبب؟ هو السبب ان انا اتاخرت. بالظبط، السبب ان انا
لا، السبب ان انا فقدت الترين او انا خلاص اتاخرت على الترين فاتني، فنتيجه لكده، نتيجه لكده ايه اللي حصل؟ ان انا اتاخرت على الشغل. اوكي، طبعا كلمه consequently هي الكوريكت تشويس، كلمه نتيجه لذلك. اوكي، consequently معناها نتيجه لذلك. اوكي، طب ما هي so that برضه يعني ممكن تأدي نفس الغرض في الجملة. لا، so that مش هتنفع هنا في الجملة. I missed the train so that I was late for work. مش هتبقى مناسبة قد ما نستخدم كلمة consequently. اوكي، فكلمة consequently هي المناسبة او نتيجة لذلك. طيب اوكي، معلش كان عندي سؤال تاني. اتفضلي. بيقول لي we interested. We interested. On seeing. We interested على طول كده مفيش حاجة؟ لا لا مفيش حاجة. We interested. Interested. لا insisted. Sorry. Insisted. I N. Invested. I N V. لا لا I N S I S T E D. Insisted. Sorry. We insisted. Huh? Space. Space. By the prime minister. We insisted إيه؟ By the prime. By minister. The prime minister. And choice word برضو. يقولي on seeing. Again, what's the first choice? On seeing. On seeing. Seeing. ولا on being seen. On being seen. By the prime minister. طيب احنا عندنا هنا الكلمة اللي هتفصل لنا في الإجابة هي كلمة موجودة في الجملة، كلمة باي. بتفكرك بحاجة كلمة باي دي يا نور؟ بنشوفها كتير في جمل ايه؟ كلمة باي بنشوفها امتى؟ طيب لما يكون في عندي فاعل او حد اسم شخص بعد كلمة باي، ساعات كده بتفكرنا بقاعدة ايه في الكتاب؟ اسم شخص بعد باي؟ او حد او شخص. اوكي، بعد باي الاكتف والباسف. برافو عليكي، اكسلنت. عشان كده السنتنس دي هو واضح من الاختيارات ان هو عايز يخيرني ما بين حاجة في الاكتف وحاجة في الباسف. We insisted on seeing by the prime minister مش مناسبة لانه كلمة باي موجودة. لو كان شيل كلمة باي وقال on seeing the prime minister كانت هتبقى سليمة. لكن ده معناه ان البرايم مينستر هو اللي عمل الفعل، بس هو جابه في الاخر في اخر الجملة وجاب قبله كلمة باي. فعلشان كده the best answer is going to be in the passive. احسن answer للجملة دي انها تكون في الـ on being seen. فهنقول on being seen by the prime minister. Thank you very much Noor. Your questions are great. أسئلتك ممتازة جدا. Thank you. Thanks. و follow us عشان في معلومات تانيين هنعرفها. And see you. Wish you the best of luck, of course, in the exam. Bye bye. تعالوا نرجع تاني للجمل اللي عندنا. وإحنا كده خلصنا الجزء الخاص بالrelative clause. تعالوا نشوف بقى الجملة اللي كان بكر سأل عليها وقال مصطفى I guess كان قال ان هو عايز يتسأل جملة، وانا قلت له كلمة suggested جه بعدها going اللي هي بال ing. Let's read the sentence again. تعالوا نقرأ sentence تاني. كانت بتقول my sister suggested go to the zoo at the weekend. طبعا هنا ده حاجة ليها علاقة بال making a suggestion، ان احنا نعمل suggestion وكمان في reported speech. تمام. طيب تعالوا الانسر المفروض تكون going، لان بعد suggested بيجي بعدها الفعل متضاف له ing او الجيرند فورم. طيب ايه الرول اللي هنا في suggestion؟ احنا هنحاول نفتكره سوا لان هو ليه علاقه بالفانكشن، يعني ممكن جدا يجي لنا في situation او يجي لنا ك respond to the following situation. فنفتكر كده ازاي احنا بنعمل suggestion، بان احنا نعمل ريسبوند لسيتويشن معين. بس الاول هناخد محمد من اسوان. هلو محمد، هاو ار يو؟ الحمد لله. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. طب محمد اهلا بيك في البرنامج. انت عندك سؤال؟ عندي find the mistake. find the mistake. اوكي، طب قول لي يا محمد السنتنس بتاعتك. this
stereo. This stereo should have. Should have. Hmm? A lot of money. مفضة, it is fantastic. A lot of money. مفضة, it is fantastic. It's fantastic. It is fantastic. التاني يا محمد, يا محمد, هي الكلمة كلمة this stereo. Stereo. أيوة مظبوط. يبقى this stereo should have a lot of money. It is fantastic. طيب طبعا يا محمد انت مش عارف تحدد ايه هي الكلمة الخطأ. طيب ايه هو الستيريو يا محمد؟ الستيريو ده جهاز, منفعش ان الجهاز يكون عنده او اديله فلوس كتير. اوكي, فطبعا احنا هنا لازم نغير كلمة ستيريو ونستبدلها بكلمة تانية مناسبة. فبدل ما نقول مثلا this stereo should have a lot of money, it's fantastic, ممكن نقول this let's say مثلا كلمة زي this studio. اوكي, نستبدلها بكلمة studio او this place, المكان ده. اوكي, فكلمة stereo هي هنا الكلمة الخاطئة, والمفروض ان احنا نستبدلها بكلمة تانية تكون مناسبة ونقول عليها have a lot of money. عندك سؤال تاني؟ يعني stereo, يعني الغلط مش في القواعد ولا حاجة؟ لا, الغلط في كلمة stereo. اوكي, ممكن جملة اختيارات choose. جملة choose. طيب ايه الجملة؟ we have eggs. we have eggs. معلش علي صوتك يا محمد. We have eggs. Eggs. Or beans. Or. Beans. Or beans. Beans. Or being. Beans. B-E-A-N-S. B-E-A-N-S. Ah, beans. For We breakfast. Have eggs or beans. For breakfast. For breakfast. Tomorrow. Tomorrow. بعدين علامة سؤال you would choose. وبعدين question mark. علامة بعدين you would choose. You choose. ده مش سؤال اختياري, تقصد ده respond to the following situation. لا لا, اختياري, جايب لي could او need او might او should. You choose. طب هو ال space فين او الفراغ النقط فين؟ اول حاجة قبل الوي. اوكي, يبقى قبل وي في عندنا بيسأل question, وايه الاختيارات معلش يا محمد؟ should او might. should او might. need و could. و need و could. و could. اوكي, طيب طبعا هو هنا يا محمد عايز يقول لنا انه you choose, يعني ده حد متاح لي الاختيار. اوكي, فانا بسأله علشان اخليه يختار هو. ف هنشوف ايه الكلمة المناسبة كده منهم. we have eggs or beans for breakfast tomorrow. you choose, يعني انت اللي تختار. فهنشوف كده ينفع نقول كلمة should we have eggs or beans for breakfast tomorrow, might we have eggs or beans for breakfast tomorrow. طبعا might هنا غير مناسبة تماما. اوكي, طيب could we have eggs or beans for breakfast tomorrow. طبعا could انا ممكن استخدمها لو انا بستأذن, او الغرض او الفانكشن من كلمة could ان انا بقول للشخص يعني هل ممكن ان احنا ناخد eggs or beans. اوكي, وطبعا should دي بستخدمها لما بكون انا بشوف ايه الاصلح. اوكي, need طبعا هي غير مناسبة لان هي ما تنفعش في ان احنا نكون سؤال. فالانسب هنا في الاختيار اللي هي could we have eggs or beans for breakfast tomorrow. you choose, يعني هل ممكن ان احنا ناخد
eggs or beans for breakfast tomorrow, انت المفروض تختار. Okay? Thank you very much for your questions, Muhammad, and follow us in the episode for more information لمعلومات تانية. Thank you and bye. شكرا. طيب تعال نشوف السجستشن وايه هي الطريقه اللي احنا نعمل بيها مقترحات. Why don't we go to the cinema? Why don't we go to the cinema? دي واحده من الطريقات او الطرق اللي احنا بنتكلم فيها على suggestion. Why don't we go to the cinema? طبعا بعد why don't دي اسلوب للsuggestion بيجي بعدها الجمله او الفعل بتاع الجمله في الانفينيتيف. في الانفينيتيف مش متضاف له حاجه. طب how about going to the cinema? How about يجي بعدها الفعل متضاف له ing او gerund form. My sister said, what about going to the cinema? My sister said, what about going to the cinema? طبعا بعد what about جه الgerund او الفعل متضاف له ing زي how about. طيب لو انا بقى حبيت ان انا اغير الجمله دي اخليها في reported speech واحاول ان انا اعمل تغييرات، فطبعا علشان ده اسلوب اقتراح او suggestion فبستخدم كلمه suggested. ففي طريقتين علشان ان انا اقوم بيهم. ممكن اقول my sister suggested going. suggested وجي بعدها الgerund او الفعل متضاف له ing. my sister suggested going to the cinema. وبعد كده ممكن في طريقه ثانيه. My sister suggested that we should go to the cinema. My sister suggested that we should go to the cinema. طبعا بعد suggested that جه جملة كاملة وهي we وبعد كده الفعل. اوكي فدي الطريقتين للsuggestion. وهناخد دلوقتي إسراء من أسوان. Hello إسراء, how are you doing? Hello Mr. هاي يا إسراء, ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. معي صفار. اتفضلي حبيبتي. انا مش مستعدة لامتحان الانجليش, بس لو رحت امتحان تدور تاني هاخد درجة كاملة لما جبت فوق ال 25, هاخدها ولا هاخد درجة النجاح بس؟ الحقيقة يا إسراء المعلومة دي مش عندي, انا معرفش انت ممكن تعملي ايه لو دور تاني, بس ان شاء الله ربنا يوفقك. ده احسن سؤال ده يتسأل للوزارة, تسأليهم وتعرفي منهم أو في المدرسة عندك. المدرسة طبعا أكيد هيفيدوكي في المعلومة دي, بس يعني I wish you the best of luck, أتمنى لك التوفيق, وإن شاء الله يا إسراء تكوني مستعدة وتحاولي إن أنت تخشي الامتحان في الدور الأول. عندك أي سؤال تاني ليه علاقة بالمادة؟ لا. طب أوكي يا إسراء, thank you very much for your call. شكرا لاتصالك. طيب تعالوا نرجع تاني. احنا كده استفسرنا او تناقشنا في الموضوع الخاص بالسجستشن, وعرفنا ازاي بيتم عمل اقتراح, ولو هو في الريبورتد سبيتش بيبقى شكله ازاي, والمفروض شكل الفعل اللي بعده بيكون ايه. طب تعالوا نشوف جملة تانية في correct او find the mistake. السنتنس بتقول he caused her of stealing his money. he caused her of stealing his money. طبعا كلمة الجملة زي ما احنا اتفقنا لازم نشوف نتأكد انه هل المشكلة في grammar ولا مشكلة في vocabulary. احنا الجملة دي احنا بنشوف الجرامر بتاعها, طبعا بسيط جدا ما فيهوش كمان اي مشاكل, سليم, فتبقى المشكلة في الفوكابلري. اعتقد هي لو احنا بقى مذاكرين هنعرف كويس انه الكلمة المستخدمة اللي هي كلمة caused هي كلمة خاطئة. cause يعني يسبب, فما ينفعش اقول he caused her of stealing, يعني مش مناسبة, it's out of the context, it's not suitable. فهنشوف بقى ايه البست وورد او الكلمة المناسبة اللي ممكن تكون موجودة, ونحاول نفكر كده ونسترجع. هي هتكون كلمة he accused her of stealing his money. accused يعني يتهم, فالجملة هتكون he accused her of stealing his money. طيب ناخد تليفون تاني. معانا نهلة من أسيوط. هلو نهلة. هلو مس, عاملة ايه؟ هاي, انت عاملة ايه؟ I'm fine, thank you very much for asking. شكرا لسؤالك. I am fine. كان معايا سؤال في القصة, quotation. سؤال؟ في القصة, quotation. الو؟ الو سامعك يا مس, معايا سؤال في القصة, quotation. الو نهلة, الو؟
الو نهلة؟ ايوه معايا سؤال في القصة. طب I'm sorry انا مش سامعه نهلة ف I'm terribly sorry. ممكن I'm sorry الو. نهلة ممكن تحاولي تتصلي تاني او حاجة. Thank الو you thank you for for your call علشان انا مش سامعاكي. ف باي مع السلامة ومعلش حاولي تتصلي تاني يا نهلة. Try to call again. طيب let's have a look. تعالوا نشوف تاني ايه اللي ممكن يكون موجود او من الاسئلة اللي ممكن تكون موجودة. احنا خلصنا السنتنس بتاعت he accused her of stealing his money. تعالوا ناخد جملة تانية ليها علاقة بwish. number five, I wish I met him yesterday. I wish I met him yesterday. يعني اتمنى انه انا اقابله او كنت قابلته امبارح. طبعا احنا هنا عندنا كلمة wish ولازم نسترجع بقى الرول بتاعت wish. كلمة wish هي واحدة من الكلمات اللي في ليها قاعدة في الجرامر عندنا. فكلمة wish زي ما احنا شايفين هو كاتب كلمة yesterday. فطبعا عشان كاتب كلمة yesterday يبقى احنا المفروض ان احنا نستخدم wish في حالة الماضي. بنعبر على امنية كانت المفروض انها تتم في الماضي. فطبعا I wish I met him yesterday. الخطأ هنا هيكون موجود في الفعل. وعندنا طبعا الفعل المفروض اللي استخدمه لما تكون wish في الماضي هو ال past perfect او الماضي التام. فهنقول I wish I had met him yesterday. I wish I had met him yesterday. فدي كده جملة في ال past perfect او الزمن المفروض يكون في ال past perfect. فطبعا كلمة met لوحدها ما تنفعش. وهنراجع دلوقتي الرول بتاعت wish. wish او if only دي موجودة في lesson عندنا. كلمة wish او if only في الفيوتشر لو انا بعبر عن امنية عايزة اتكلم عنها في المستقبل. امنية في المستقبل. ففي الفيوتشر كلمة wish في المستقبل هي I wish I could visit. بيجي بعدها كلمة could او would. يبقى بعد كلمة wish وبعد الفعل بتاع الجملة في كلمة wish بنستخدم كلمة could او would علشان نعبر عن الأمنية بتاعتنا لشيء نفسنا ان هو يحصل في المستقبل. فبنستخدم wish او could بعدهم. وبعد if only كمان نفس الحكاية. طيب sentence بتقول I wish I could visit London next year. I wish I could visit London next year. I wish I could visit. could وجي بعدها الفعل في الانفينيتيف. وطبعا شايفين next year يبقى هي كده بتدل على انه في المستقبل. لو كان جاب لنا yesterday او اي كلمة تانية refer او بتشير للماضي فاحنا لازم نغير الفعل نخليه مناسب لزمن الماضي في قاعدة wish. I wish they would be here next week. I wish they would be here next week. بتمنى انهم يكونوا هنا next week. فطبعا get would وبعدها be. بعد كده عندنا جملة if only. If only I could score a goal. If only I could score a goal. طبعا كلمة if only مع بيجي بعدها could score الفعل اللي هو كلمة could وبعدها الانفينيتيف زي ما احنا شايفين ده كله في الفيوتشر. بعد كده عندنا ال present. He wishes he had a big house. He wishes he had a big house. يعني هو بيتمنى ان يكون عنده big house. طبعا كلمة wishes هنا جاء بعدها كلمة had او الفعل في الباست لانه انا بتمنى امنية ليها علاقة بالبريزنت او بالمضارع. He wishes he had a big house. I wish the sea waves were calm. I wish the sea waves were calm. يعني انا بتمنى انه السي ويفز تكون اهدى. جبنا طبعا برضو الفعل هنا في الباست اللي هي كلمة were. يبقى في wish مع البريزنت لو هي أمنية ليها علاقة بالحاضر أنا هجيب الأفعال في الماضي البسيط. أوكي؟ طب
نرجع تاني ناخد تليفون من نهلة من أسيوط. نهلة ويلكم باك. ألو مش معايا سؤال في القصة. ألو نهلة ممكن تقولي تاني؟ معايا سؤال كوتيشن في القصة. طب قولي يا نهلة. أيوة أنا سمعتك دلوقتي، قولي لي بقى لو سمحتي الكويستشن. بيقول لي died that's good then I am your leader now put down your weapons and do as I say. طب قولي تاني كده الكويستشن يا نهلة. died that's good. اوكي. then I am your leader now. تمام. put down your weapons. put down your weapons. and do as I say. and do as I say. طيب اوكي يا نهلة خلاص I got the question. طيب انت دلوقتي يا نهلة الشخصية اللي موجودة قدامنا اللي بتتكلم do you remember this character؟ فاكرة مين اللي قال لهم كده؟ هو دوك مايكل. excellent very good. طيب وهل فاكرة ايه هو ال situation او الموقف اللي كان حاصل ساعتها؟ كان في كانوا بيحاربوه او كانوا مطلعين ال weapons ضده وهو قال لهم او عبر لهم that he won and he now is their leader. هو دلوقتي الليدر بتاعهم and he won he's now he claimed to be the leader او هو اعلن ان هو الليدر بتاعهم. اوكي؟ طب هو بيقول where is the speaker؟ هو في الكاستل؟ انا مش سامعة ممكن تقولي تاني؟ where is the speaker؟ هو في الكاستل؟ in the castle. الوير يعني المكان اللي هو قال فيه يعني الحوار ده يعني في الكاستل القلعة. In the castle. تمام. طب في سؤال ثالث. ها. بيقول لي دو ذا بيبل اوفي هيم وات هابن. انا سامعاكي يا نهلة بالعافية، ممكن يعني معلش تحاولي تعلي صوتك أو حاجة. دو ذا بيبل اوفي هيم وات هابن. نهلة I'm sorry أنا فعلا مش سامعة ف I'm terribly sorry. معلش هو في مشكلة في الصوت يا نهلة. Thank you very much for your call. تابعي معانا بقية الحلقة. طيب احنا دلوقتي هنكمل هناخد قبل ما نكمل هناخد فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنرجع في معلومات تانية ليها علاقة بال الحاجات اللي موجودة معانا في الكتاب والريدنج والرايتنج. Thank you very much and see you after the break. Hello my dear students and welcome back again. اهلا بكم مرة تانية. Let's return back to the material that we're having today. تعال نرجع تاني نشوف ايه الحاجات اللي احنا مجهزينها للنهاردة. هنعمل شوية break عن الجزء الخاص بقى بالجرامر وندخل في الريدنج وهعرفكم تكنيك للريدنج ازاي نحله بشكل كويس ومناسب ممكن يساعدنا يوفر الوقت. انا جبت لكم reading passage احنا مش هنحاول ان احنا نقراها كلها هنحاول ان احنا نشوف كده reading passage نتعامل معاها ازاي وازاي نعرف نجاوب على الكويستشنز بتاعتها. طيب احنا دلوقتي هنشوف زينة من الفيوم الاول. زينة hello. hello hello زينة how are you doing? I'm fine. Is everything okay? Yes, I have a sweat. Okay. Tell me your question. Yes. تقدري تقولي السؤال؟ It is said. It is said. That money. It is said that money. That money. That money. That money. This. ايه؟ That money ايه؟ طب هو الخط فصل. Sorry for you زينة معلش يا زينة حاولي تطلبينا تاني ونشوف ايه الكويستشن بتاعك. طيب تعالي نرجع للريدنج لغاية ما نشوف يا زينة هتعرف تطلبنا تاني ولا لا. في الريدنج اللي قدامنا هنلاقي على السكرين ان الريدنج باسج بتبقى يعني قطعة كبيرة ومليانة معلومات كتير او ideas كتير. اول حاجة هعملها في الريدنج انه انا لازم اعرف الفكرة العامة وده مش معناه ان انا اقرا الريدنج لا ده معناه ان انا هبص على التوبيك سنتنس او اول جمله في الباراجراف. يعني ريدنج باسج مثلا فيها اثنين باراجرافز متقسمه لاثنين باراجراف هقرا التوبيك سنتنس او اول جمله في الباراجراف الاول وهقرا كمان اول جمله في الباراجراف الثاني. الجمله الاولى دايما بتعرفني
الموضوع بتاع الريدنج ده هيكون عن ايه، او الجزء ده في الباسج في الباراجراف هيكون عن ايه. فاحنا هنقراها وعلشان نعرف منها الفكره العامه. طيب بعد كده ايه اللي بنعمله؟ بدل ما نقرا الريدنج باسج نفسها نقرا الاسئله الاول. الاسئله بتعملي زي جايدنس، يعني بتحاول كده ترتب لي هو الاسئله هتبقى عن ايه او ايه المطلوب بالظبط، فتحاول تحدد او تلمت التايم بتاعي. فاحنا هنشوف مثلا في الريدنج اللي موجوده قدامنا هنا، زي ما احنا شايفين احنا عندنا قطعه ريدنج كبيره، عندنا التوبيك سنتنس او الجمله الاولى في الباراجراف الاول. Have you heard about indoor pollution? Scientists say that because we spend 90% of our lives indoors, we need to keep indoor air clean too. يبقى أنا كده استنتجت من قرايتي للجملة الأولى إن إحنا بنتكلم على حاجة اسمها indoor pollution، وإن الساينتست أو العلماء بيقولوا إن إحنا لازم نحافظ على الindoor او المكان الداخلي اللي احنا قاعدين فيه clean. يبقى انا كده هعرف انه بقيه الباراجراف بيتكلم عن الفكره دي. طب let's read the topic sentence of the second paragraph. تعالوا نقرا topic sentence بتاعت الباراجراف التاني. هنشوف هنا sentence بتقول so what can we do to reduce indoor pollution. What can we do to reduce indoor pollution؟ ايه اللي ممكن نعمله علشان نقلل الindoor pollution؟ Control sources of pollution، نتحكم في الـ sources of pollution. طبعا دي topic sentence ابتدت بquestion في الـ paragraph الثاني، وquestion واضح قوي ان هو بيسأل احنا ممكن نعمل ايه علشان نقلل من الـ pollution اللي بيحصل indoor. الـ reading passage بتبقى فيها مجموعة من كلمات صعبين، ده معروف، واكيد هيواجه كلمات او هيواجهنا كلمات ما قابلناهاش قبل كده. لازم ابقى عارفه التركيب بتاع الجمله. انا الجمله في الانجليش بتبقى فيه فعل، يعني شخص او حاجه عملت شيء، فانا بشوف حتى لو انا مش عارفه معنى الكلمه احاول ان انا استنتج الجمله دي الكلمه دي اللي فيها دي الفعل وده الفعل ولا ايه بالظبط. انا لما هدور هقول ده عمل كده وعمل كده في الحكايه دي، حتى لو انا مش هعرف ان انا ترجم الكلام اللي موجود. قابلتني جملة صعبة احاول اتبع الاسلوب ده معاها، استنتج ان ده الفعل وده الفعل وهو عمل كده. فلما يجي لي سؤال في حاجة ليها علاقة بالموضوع ده ممكن جدا انقل الجملة دي بنفس الطريقة، لان انا عارفة انه هو بيسأل عن الجملة دي من الكلمات اللي موجودة في السؤال، فبالتالي هنقل الجملة زي ما هي وهشوف انه الاجابة هي ان السبجكت ده عمل الفعل ده في الحكاية دي. طب تعالوا ناخد بقى فكرة ازاي المفروض ان احنا نقرأ الاسئلة الاول قبل ما نجاوب الريدنج باسج. فانا دلوقتي هشيل الريدنج باسج وهنقرأ الاسئلة عشان نستنتج هي بتسأل عن ايه. عندنا الكويستشنز زي ما احنا هنشوف بيبقى في كويستشن، الفيرست كويستشن بيبقى answer the following questions، نحنا بنجاوب على الاسئلة الاتية. عندنا كمان question ليه علاقة بال choose اللي هو be، يبقى first one answer the following questions، بيجيب لي مثلا ثلاث أسئلة. الثلاث أسئلة دول محتاجين إجابات من القطعة، من داخل القطعة. السؤال الثاني اللي هو be اللي هو choose بيجيب لي مثلا two points in choose، جملتين ممكن نحنا واحدة فيهم بيسأل على ال pronoun reference، يعني ال pronoun ده refer لإيه. الجملة الثانية هو الفنتيليشن او بيسأل على معنى كلمة مثلا زي كلمة فنتيليشن او تهوية. هنحاول ان احنا نستنتج معناها من خلال الباسج. فانا هقرا اول سؤال اللي هو answer the following questions. What is the effect of the tobacco smoke on young children؟ انا كده عندي في الكويستشن كلمات مهمة او بسميها الكيوردز of the question. عندي كلمة effect، عندي كلمة tobacco smoke، وعندي كلمة young children، وطبعا كلمة what بيسأل عن ماذا. فاحنا عارفين معنى الكلمة او اداة السؤال، وطبعا هندور بقى في القطع على كلمة مثلا tobacco smoke، هندور على كلمة young children. قبل ما نقرا القطعة كلها نحاول نشوف الكلمتين دول موجودين فين في القطعة اللي موجودين في السؤال علشان نحاول نوصل لإجابة السؤال بأسرع وقت.
هنشوف الكلمتين دول موجودين في القطعه في اي جزء، وهل هما مثلا اتكرروا ولا لا. لو الاجابه مش موجوده في الجزء الاول ممكن تبقى موجوده في الجزء الثاني، فهنعمل تشيك. دي اول question. فاحنا هنرجع تاني للقطع او الباسج. احنا بنسال على الافكت اوف توباكو سموك اون children. فبندور على كلمة tobacco smoke on children، هنلاقيها young children. هنلاقي كلمة طبعا young children موجودة في القطعة، وهنستنتج طبعا لما نعرف ونكتشف مكانها هنعرف نجيب الإجابة بتاعتها. فهتكون الانسر بتاعت الquestion هي It harms young children through respiratory infections or cause lung and heart disease. It harms young children through respiratory infections or cause lung and heart disease. طبعا احنا شفنا هنا كلمة young children في الإجابة موجودة بشكل واضح، وكانت موجودة كمان في السؤال. وطبعا كلمة it اللي هو tobacco smoke موجودة بشكل واضح جدا في الباسج، فده هيخلينا نعمل فوكس اكتر او تركيز اكتر على المكان بتاع الاجابه في القطعه، وبالتالي نعرف نلاقي الاجابه بسهوله ووقت يختصر شويه. طبعا لو يأسنا هنضطر ان احنا نقرا الباسج، لكن I'm sure ومتاكده ان السؤال بيبقى دايما فيه كلمات موجوده في الباسج. عن طريق الكلمات دي احنا بقى بنعرف مكانها في القطعه فين، وبنحاول نقرا الجمله اللي قبلها والجمله اللي بعدها والجمله نفسها اللي فيها الكلمه علشان نقدر نستنتج الاجابه. طيب النكست question بيقول What can people do to control sources of pollution? What can people do to control sources of pollution? احنا هنشوف، انا مش هترجم لكم الاسئله، انا بس هقول لكم انه الكويستشن ده في كلمات معينة احنا ممكن لو شفناها ندور عليها داخل القطعة، لان دي الكلمات الرئيسية اللي بتكون السؤال. فعندنا كلمة people، عندنا كلمة control sources، وعندنا كلمة pollution. يبقى people و control sources of pollution. هنرجع تاني للباسج وهنحاول نعرف فين كلمة people و control sources of pollution. طبعا احنا هنشوف الحكايه دي او الجمله دي مكانها في الباراجراف الثاني. موجود في الباراجراف الثاني كلمه control sources of pollution، وكمان يعني هي موجوده في مكان في الاول، فواضحه جدا لينا. فاحنا هنعرف دلوقتي الانسر، وهنحاول ان احنا نشوف الانسر بتاعتها هي الجزء اللي موجود في باراجراف 2 تقريبا معظمه. Let's have a look at the answer. هنشوف الإجابة. الإجابة بتقول first choosing environment friendly products, second having working carbon monoxide detectors, third preventing mold by keeping bathrooms, kitchens and basements clean. طبعا كل دي هي الانسرز بتاعت الكويستشن. وقبل ما نكمل الباسج تعالوا ناخد زينة من الفيوم، عرفت تتصل بينا تاني. هلو زينة، هاو ار يو؟ هلو فاين. ويلكم باك يا زينة. قولي لي بقى الكويستشن بتاعك قبل ما الخط يفصل تاني. ماشي. It is said that money, the money that money this money ايه؟ this فراغ space وبعدين the root The road R-O-A-D لا T The root of The root R-O-O-T The root of L Of A L Evil لا مش سامعة يا زينة، ممكن توطي الصوت بتاع التلفزيون. Of eels Of eels Evil Of Shrewd. evil Evil. الشر. E-V-I-L. Yes. طيب. It is said that money وبعدين space أو فراغ the root of evil. وطالب yes. منك طبعا choose. أيوة. إيه هي ال choices? Are. أو have been. أو has. أو has. أو is. أو.
is. Yes. طيب طبعا دي كده بترجع لي القاعدة بتاعت الكاونتبل والانكاونتبل ناونز يا زينة. تعرفي الكاونتبل والانكاونتبل؟ يس، هو انا كنت مختارها هاف بين بس انا مش متأكدة منها. طيب هاف بين، هاف بين دي يا زينة كلمة هاف دي تيجي لما يكون عندي الكلمة جمع. اوكي؟ يبقى انا بستخدم هاف لما تكون الكلمة جمع. طبعا إيه؟ كلمة money دايما بتعامل معاملة السنجلر او المفرد. ايه؟ فلما الاقي كلمة money اجيب بعدها على طول فعل في المفرد. هنا في فعلين في المفرد has و is. هنا بقى هنفكر بالمعنى. has يعني يمتلك، ما ينفعش اقول ان الماني بيمتلك الجذور بتاعت الشر، لكن إيه؟ الماني هو، هو احنا بنوصف ان هو الجذور بتاعت الشر، فالcorrect answer هي is. اوكي يبقى okay. it is said that money is the root of evil. اوكي يا زينة. اوكي هو انا عندي سؤال تاني. اوكي يا حبيبتي اتفضلي. find. find. yes. find the mistake. ايوه. طب ممكن تقولي لي السنتنس؟ is a function. is. a function. function. story. fictional. تقصدي fictional story. through. through. or invented. لا ثواني، is a fictional story true or invented؟ حقيقية أم مخترعة؟ or invented. هي function مش functional. طب هو مكتوبة ايه؟ هي مكتوبة كده. مكتوبة السبيلنج بتاعها ايه؟ هو مكتوبة كده find the mistake في دليل التقييم بتاع الوزارة. طب اوكي يا حبيبتي قولي لي السبيلنج بتاع function دي اللي انت قلتيها. F I F I سي فيكشن. تقصدي فيكشن؟ فيكشن او فيكشنال الاثنين ار ترو، وهي الاثنين بيدي معنى نفس المعنى. طيب is a fiction story or a fictional story true or invented؟ اوكي طيب انت كده تحاولي تستنتجي معايا المشكله اللي هنا هتبقى مشكله جرامر ولا فوكابلري؟ لا كلمات. كلمات. اكسلنت، يبقى احنا كده اجتزنا اول جزء. برافو عليكي. هي المشكله هنا مشكله فوكابلري او كلمه. طب فيكشنال ستوري او فيكشن ستوري، فيكشن فيكشن ستوري هي الكلمه اللي احنا المفروض ان احنا كنا نقف عندها. فيكشن يعني ايه يا زينه؟ يعني خيال. يعني خيال. اوكي طيب أوكي. انا عندي كلمه فيكشن. فيكشن دي بتبقى اسم ولا ناون؟ لا اسم ولا سوري اسم ولا adjective؟ لا اسم. هي اسم. طيب انا لما اجيب كلمه فيكشن اللي هي الاسم واجيب بعدها اسم تاني اللي هي ستوري، is this correct؟ yes. ها يعني انا المفروض اقول فيكشن or fictional story؟ fictional. اوكي يبقى هي okay. الكوركت انسر هنا هتبقى كلمه fictional story. fiction ده اللي هو الخيال نفسه، وfictional دي الادجكتيف المفروض نجيبها نوصف بيها كلمه story. اوكي اوكي طيب اوكي ثانك يو فيري ماتش فور يور كول يا زينه. تعالوا دلوقتي نشوف نكمل بقيه الاسئله بتاعه الريدنج. احنا دلوقتي جاوبنا تو كويستشنز، وزي ما اتفقنا ان الكويستشن بتاع انسر لازم نبص على الكي ووردز او اهم الكلمات اللي في الكويستشن، ندور على الكلمات دي جوه الباسج بسرعه، هنلاقيها لو مرينا بعينينا بسرعه هتبقى كلمات مميزه جدا، ونحاول نشوفها هي مكانها فين ونجيب الجمل دي نقراها ونحاول نقارنها بالسؤال ونختار منهم الجمله المناسبه للاجابه. طيب في عندنا كويستشن تالي اللي هو الريفرنس او ان الكلمه دي او البرناون ده الضمير ده بيشير لايه في الباسج. اكيد هيبقى البرناون طبعا محطوط تحته خط underlined، وهيكون هو موجود في جمله وفي قبله جمله ثانيه وفي بعده جمله ثانيه. احنا اللي هنعمله مهم جدا ان احنا نقرا الجمله بتاعت البرناون والجمله اللي قبلها. اوكي يبقى مهم جدا لما يكون عندي برناون وعايز يعرف الريفرنس بتاعه
او هو بيشير لايه، ان احنا نقرا جمله البرناون اللي فيها البرناون والجمله اللي قبلها. من الجمله اللي قبلها وجمله البرناون هنحاول نستنتج هو بيتكلم عن ايه. فاحنا هنشوف على الباسج دلوقتي، احنا هنشوف انه في قدامنا فعلا كلمه ات موجوده في السطر الاخير في الباراجراف الاول. يعني هنبص على الباراجراف الاول هنلاقي كلمه ات موجوده في السطر الاخير. When inhaled, it prevents our body from breathing well. تمام؟ When inhaled, it prevents our body from breathing well. دي الجملة بتاعت البرناون. علشان نعرف it دي بتشير لإيه، لازم أقرأ الجملة اللي قبلها. فالجملة اللي قبلها طبعاً إحنا عارفين بنحدد إنه دي الجملة دي خلصت والجملة اللي قبلها فين عن طريق النقطة أو الفول ستوب اللي في آخر الكلام. فطبعا كلمة when قبلها الفول ستوب، يبقى الجملة اللي قبلها هي كلمة carbon monoxide، بتبتدي بكلمة carbon monoxide، وكلمة carbon monoxide قبلها فول ستوب، يبقى أنا هبتدي قراية من هنا. هقول carbon monoxide is a gas that has no smell or color. When inhaled, it prevents our body from breathing well. طيب هو إيه اللي بيعمل كده؟ it دي طبعا وجاية بعدها فعل. it دي او الحاجة دي هي بتمنع our body from breathing well. ايه اللي انا كنت بتكلم عنه اصلا في الجملة اللي فاتت؟ كنت بتكلم عن الكربون مونوكسيد. تمام؟ فواضح جدا ان الكربون مونوكسيد هي الكلمة اللي بتشير ليها كلمة it. فاحنا طبعا هنختار الكوريكت انسر هنا هتكون زي ما احنا شايفين it refers to carbon monoxide or tobacco smoke, heart disease ولا color. طبعا tobacco smoke و heart disease مستبعدين لانهم ما كانوش في الجملة اصلا. احنا شفنا كلمة color بس هي مش مناسبة انها تكون الفعل بتاع الجملة التانية، لانه اللي بيعمل الاكشن هو الكربون دايكسايد مش الكولر. تمام؟ زي ما اتفقنا مهم نحدد انه ده فاعل وهو بيعمل شيء معين. طيب تعالوا نشوف الكويستشن الثاني بتاع التشويس او الاختياري. The underlined word ventilation means، يعني الكلمة اللي تحتها خط كلمة ventilation بيسأل على معناها. اوكي؟ فاحنا هنشوف كده الاختيارات وهنحاول نرجع تاني للباسج عشان نقدر نحدد. طبعا لما يقول لي كلمة ventilation معناها ايه، انا هتجه على طول للجزء بتاع الريدنج اللي فيه كلمة ventilation وهقرا الجملة بتاعتها، ولو اقدر ان انا اقرا جملة قبلها او جملة بعدها عشان تبسط لي الكلمة شوية او تديني معلومات اكتر عن الكلمة، فبالتالي هعرف الكلمة دي معناها ايه. ما اقعدش بقى اقرا القطعة كلها عشان اعرف معنى كلمة ventilation، لا، هي الجملة اللي قبلها والجملة بتاعت ventilation وممكن كمان الجملة اللي بعدها لو لقيت انها يعني شوية لسه ما استنتجتش المعنى. فهنشوف الشويسز ايه هي الاختيارات. مدينا الاختيار الاول بيقول ventilation means allowing air to enter and move freely in a building، ولا allowing carbon monoxide detectors to work well، allowing air cleaners to collect air pollution، ولا allowing indoor pollution to be reduced. اوكي طيب عندنا كلمة ventilation الاختيارات بتاعتها زي ما احنا شايفين allowing air يعني بيسمح للهواء انه يدخل الروم freely، ولا allowing carbon monoxide detectors، ولا air cleaners، ولا indoor pollution to be reduced. Let's return back to the passage ونشوف كلمة ventilation. كلمة ventilation موجودة عندنا في السطر الثالث من تحت، هي تحتها خط، ففي السطر الثالث من تحت هي موجودة في الجملة اللي بتبدأ بكلمة furthermore. فهنقراها furthermore improve ventilation indoors by opening windows and getting the air flowing. هو بيقول ان احنا نقدر نحسن الventilation دي اللي احنا لسه مش عارفين معناها indoors by opening the windows، عن طريق ان احنا نفتح الwindows and getting the air flowing، وان احنا ندخل الاير او نقدر نخلي الاير يدخل.
طبعا واضحه كده ان انا بخلي الويندو اوبن، يبقى انا هخلي الهواء يدخل. فواضح من الكلمات اللي موجوده في الجمله بتاعت ventilation انه انا بتكلم على air، ما بتكلمش عن carbon monoxide. فلو رجعنا تاني للجمله هنلاقي ان البيست انسر هي allowing the air to enter and move freely in a building، ان انا بسمح للاير او الهواء ان هو يدخل ويتحرك freely في البيلدينج. اوكي، وده استنتجته من الكلمات اللي موجوده في الجمله. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالريدنج، شويه معلومات عن الريدنج اتمنى انها تكون مفيده. Let's move to the writing. تعالوا نشوف كده الجزء الخاص بالرايتنج وازاي احنا احسن طريقه نكتب بيها الباراجراف بتاعنا. هنحاول نشوف الباراجراف وان شاء الله يبقى في وقت ان احنا نشوف الليتر رايتنج. تعالوا نبدا بالباراجراف رايتنج. واحنا عارفين انه لما بنقرا لما بيكون عندنا باراجراف بيكون بيطلب مننا ان احنا نتكلم في موضوع معين، والموضوع ده هنكتب عنه let's say 100 words، هنكتب عنه 100 كلمه. طب تعالوا نشوف محمد من اسوان. هلو 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 محمد، how are you doing؟ هلو، انا عندي سؤال. اتفضل محمد. دلوقتي انا لو دخلت امتحان الانجليزي وجبت يعني محادثة كويس، اعيد في شهر 8 عادي؟ معلش تاني يا محمد، قول تاني. انا سمعت ان انت لو دخلت امتحان الانجليش وعملت ايه؟ ما حزتش يعني كويس. طب ليه عندك الشعور ده؟ يعني ينفع انا اعيد في شهر 8؟ ينفع ايه؟ ينفع اتعاد في شهر 8 اعيده. تعيده يعني تاني؟ في شهر 8 ينفع؟ هو لو حصل فيل، يعني لو انت لو حد سقط او كده فساعتها ممكن تعيده. لكن ان شاء الله مش هيحصل سقوط باذن الله، هتقدر ان انت تحل كويس يا محمد. فيعني اتمنى ما يكونش عندك الشعور ده قبل ما تدخل الامتحان. حاول كده ان انت تخلي في جواك شويه شعور كويس يا محمد، علشان لو انت فكرت بالطريقه دي هتنسى كل حاجه. فما تقلقش، انت اكيد عندك كتير معلومات. والسؤال الانجليش ما بيبقاش معتمد على سؤال واحد ولا اتنين، لا ده بيبقى معتمد على اسئله كتير. فانت هتدخل اكيد في سؤال منهم هتعرفه، في سؤال ممكن يعني تعمل فيه شويه مش كويس، لكن خليك حاطط في بالك ان انت ان شاء الله تقدر تحل صح. اوكي يا محمد؟ wish you the best of luck، اتمنى لك التوفيق. و thank you very much for your call، شكرا لاتصالك. طيب احنا عندنا دلوقتي هنرجع تاني لطريقه كتابه الباراجراف. Let's say ان احنا هنتكلم على topic ليها علاقه بالانترنت. اوكي؟ هنقول مثلا ان احنا هنتكلم على الانترنت النهارده. الباراجراف عايزين نكتب فيه 100 words. اول حاجه هنعملها هو ان احنا هنكتب introduction. لازم يبقى فيه introduction. وبعد الانترودكشن أو المقدمة، وإحنا هنشوف دلوقتي مجموعة من عبارات تنفع تستخدم في الانترودكشن أو المقدمة، هناخد البادي أو الجزء الخاص بالكتابة بقى اللي هتكلم فيه عن كل المعلومات اللي ليها علاقة مثلا بالإنترنت. وبعد الجزء بتاع البادي هنختم بالكونكلوجن. طبعا الانترودكشن والكونكلوجن بيبقى كمية الجمل فيهم قليلة جدا، هو بس بتبقى حاجة كده في المقدمة، ممكن جملتين أو ثلاثة بالكتير. البادي هو اللي بيبقى فيه كتابة كتير او عدد السنتنسز فيه اكتر، والكونكلوجن بتبقى حاجة كده ختامية ممكن اقولها برضو في جملتين تلاتة بالكتير. زي ما احنا اتفقنا، احنا هنشوف على السكرين انه the first thing is the introduction، اول حاجة بتكون المقدمة، then the body، then the conclusion. طيب لو احنا حابين ان احنا نعمل introduction او مقدمة لل موضوع بتاعنا، في كام عبارة ممكن جدا ان احنا نستخدمهم. طبعا انت حر ان انت تستخدم اي عبارات طالما ان هي مناسبة، ده بس مثال او example، لكن you're free to use any other sentences or phrases. انت حر، دي بتعتمد على الابداع بتاع كل حد، فمش في اجابة معينة او محددة هي اللي سليمة، لا اي حاجة تنفع طالما انها مناسبة وبتعبر عن introduction. ممكن جدا ابتدي الانترودكشن بتاعي باني اقول جمله زي no one can deny that،
وانا لو اتكلمت عن الانترنت ممكن اقول no one can deny that the internet is very important مثلا. او ممكن اقول ابدا الانترودكشن ب there is no doubt that, there is no doubt that the internet is very important. او ممكن اقول as a matter of fact, as a matter of fact يعني في الواقع the internet is very important. او ممكن اقول it is taken for granted that, it's taken for granted that يعني حاجة كده متفق عليها ما فيهاش جدال. The internet is very important. It goes without saying that, it goes without saying يعني برضو حاجة ما فيش فيها كلام او متفق عليها انه the internet is very important. يبقى دي كلها مجموعة عبارات ممكن تستخدمها في الامتحان بتاع بكرة علشان تكتب introduction كويسة. ممكن تصوروا الجمل دي لو في اي موبايل ممكن نصور بيه. تنفع جدا بالمناسبه الانترودكشن. هديكم مثال عليها دلوقتي باستخدام واحده من الفريزز دي او العبارات دي عن الانترنت. لو هكتب باراجراف عن الانترنت هنقول في الانترودكشن it goes without saying that the internet is the most important invention of the 20th century. It goes without saying that the internet is the most important invention of the 20th century. يعني من المؤكد ان الانترنت هو اهم حاجة او اهم اختراع في ال 20th century. احنا زي ما احنا ملاحظين لازم في الباراجراف بنحافظ على البنكتويشن. انا ابتديت الجملة بكابيتال لتر اللي هو حرف الاي حولناه الكابيتال, وانتهينا من الجملة بفول ستوب, نهينا الجملة بنقطة او الفول ستوب, وبعد كده هنكمل بقية الجمل بنفس السيستم. لازم ابتدي الجملة بكابيتال لتر وانهيها بفول ستوب, ولازم اتأكد ان عناصر الجملة موجودين. يعني لازم اتأكد ان في السبجكت موجود او الفعل بتاع الجملة, لازم اتأكد ان الفعل موجود والفعل مناسب مع السبجكت. يعني ما ينفعش اقول the internet are, لا اتأكد ان انا كاتبة الحاجات دي بطريقة سليمة. وطبعا حاجات الجرامر اللي احنا عارفين انها لازم نتاكد من انها تكون سليمه. دي كده مثال للانترودكشن. طيب تعالوا نشوف في البادي ممكن نعبر عنه ازاي, وهناخد في البادي كمان حاجه اسمها الكونجنكشن او الكلمات اللي بتربط ما بين الايديز او الافكار اللي موجوده في الباراجراف بتاعك, لان مهم ان الباراجراف زي ما احنا بنربط جمل ببعضها كمان لازم نربط الافكار. يعني نشوف الجمله دي اللي فاتت ايه علاقتها بالجمله اللي بعدها, ونجيب كلمة تكون تبين العلاقة دي. فهنشوف list of words مجموعة من الكلمات عندنا. طبعا هنا في البادي جبنا مثال ممكن تتكتب كده, وطبعا احنا عندنا مطلق الحرية ان احنا نكتب اي حاجة طالما هي سليمة. The internet virtually changed the map of the world. يعني الانترنت غير خريطة العالم بشكل virtually, يعني مش حقيقي بس هو حصل فعلا. It links all the countries together without the need of visas, passports or tickets. طيب احنا هنا عندنا في حاجات احنا لازم نراعيها زي ما اتفقنا كلمة اللي هي الجزء الخاص بالجرامر, وزي ما اتفقنا البنكتويشن. ابتديت الجملة بكابيتال لتر اللي هي تي, the internet virtually, ابتديت بكابيتال لتر, والجملة كان فيها ليست, كان فيها ليست من حاجات اللي هي كلمة فيزاز passports or tickets. فأنا جبت كوما ما بين كلمة فيزا وباسبورت, وبعد كده حطيت فول ستوب في نهاية الكلمة أو الجملة. تعال نشوف اتصال تاني معانا, خالد من الأقصر. خالد هلو. الو السلام عليكم. عليكم السلام, ازيك يا خالد؟ ازيك يا ميس؟ I'm fine, thank you for asking. عندك سؤال؟ yes. What's your question? Find the mistake. Okay, find the mistake. Tell me your question please. في القصة. ممكن يا خالد تعالي صوتك وتقولي الكويستشن. أنتونيت دي موبا. Find the mistake. انت قلت ان السؤال find the mistake, مظبوط كده؟ خالد ممكن توطي الصوت بتاع التلفزيون؟ الو الو خالد ممكن توطي صوت التلفزيون؟
طيب انت قلت ان الكويستشن فايند ذا ميستيك رايت؟ طيب فايند ذا ميستيك، ممكن بقى تقول لي السنتنس بس علي صوتك او وطي التلفزيون لان مش سامعاك. انتونيت دي موبا، قول تاني. انتونيت دي موبا خالد. انتونيت دي موبا. طب بص يا خالد بعد اذنك حاول ان انت تتصل بينا تاني لان انا مش سامعاك. اوكي طب خالد انا مش سامعه فمعلش حاول تتصل بينا مره تانيه. ثانك يو. تعالوا نرجع تاني للرايتنج الباراجراف، واحنا هنا هنشوف انه في لازم نراعي المستيكس بتاعت الجرامر ولازم نراعي البانكتويشن. في جمله موجوده في الباراجراف هنا بتبتدي ب therefore، هنشوفها سوا. كلمه therefore it made the whole world as a one big village. احنا بنقول انه it links all the countries together without the need for a visa for visas، ما يبقاش فيه لان visas جمع، passports or tickets. therefore it made the whole world as a one big village. therefore طبعا دي واحدة من الconjunctions او الطرق اللي بنربط بيها الجمل او الافكار ببعض. انا حطيت كلمة therefore لان ده نتيجة لده، ف therefore يعني لذلك، فهي واحدة من الجمل الكلمات الروابط اللي بتربط الجمل ببعضها. فاحنا هنشوف انه اللي حصل بعد كلمة therefore هو نتيجة للجملة اللي قبلها. طبعا البنكتويشن بتاع الروابط دي اللي هي الروابط اللي بتربط الايدياز هي انه احنا بنشوف انه اول حرف بيكون capital letter وبعد كده بيبقى فيه كاما، وبعد الكاما بنكمل الجملة عادي من غير كابيتال او حاجة. فدي طريقة عمل الروابط او البانكتويشن بتاع الروابط داخل الباراجراف. معانا صابرين من الفيوم. هلو هلو صابرين، how are you doing؟ I'm fine thanks. صابرين ممكن تعلي الصوت لو سمحت شوية؟ الصوت عالي، الصوت عالي، انا سامعاكي كويس. طيب انا بقى سامعاكي بس لما انت عليتي صوتك دلوقتي. ماشي. علي صوتك ولو في تلفزيون او حاجه وطي. ماشي اتفضلي. فايند ذا ميستيك، سؤال فايند ذا ميستيك. اكتيفيتيز تاني. اكتيفيتيز انشطه. اكتيفيتيز ميد باي اكتيفيتيز جمع ميد باي بيبول made by people are good or bad made by people. معلش ايه اللي بعد people؟ are good or bad are good or bad or bad for the environment. هو for the environment the environment. هو انا حاولت اعملها ميد بيجي بعدها ميد بيجي بعدها مصدر بس ما ينفعش بسبب باي بيبول، قعدت اعملها مبني مجهود مش عارفه. طيب هي انت بتقولي حاولتي تعملي ايه؟ قعدت اعملها مبني للمجهول ما جاتش معايا وقلت اغير ار واخليها بي مصدر واحج واغير الجمله في حاجات بس ما نفعتش. تمام. طيب هي الجمله بتقول activities made by people are good or bad for the environment. طيب هي المفروض اصلا الجمله تكون التكوين بتاعها كده غلط. المفروض ان هي تكون are activities made by people good or bad for the environment. اوكي ده المفروض يبقى question. ف activities made by people structure ده صح وده كده عادي مبني للمجهول بس معمول له حاجه اسمها reduction او اختصار. لكن هي جت في 2009 دور اول. ايوه مكتوب. تمام. فهي المفروض تكون good or bad for the environment، المفروض تكون are activities made by people good or bad for the environment. يعني احنا نعملها سؤال؟ ماشي خلاص. تمام. ثانك يو. في سؤال تاني بسرعه. طيب. Can you see؟ Can you؟ see؟ Can you؟ see؟ what causes people طب معلش الخط فصل يا صابرين، معلش حاولي تتصلي بينا تاني.
هنكمل الباراجراف رايتنج، وهنشوف دلوقتي مجموعة من كلمات ممكن استخدمها في الباراجراف علشان انها تربط ما بين الجمل او الافكار. وطبعا الكلمات دي بتبقى استخدامها حلو، بيعلي من الدرجات لانه بيبين قد ايه الافكار بتاعتك مترابطة. كلمة، لو انا ممكن هعبر على انه الجملة دي واللي بعدها علاقتهم ببعض ان انا بضيف معلومة زيادة على الجملة اللي قبلها، فبقول moreover furthermore additionally، يعني بالاضافة لذلك، كل دول معناهم كده. لو انا عايزة اقول حاجة زي but يعني ولكن، فهقول however nevertheless او nonetheless، طبعا يجي بعدها جملة كاملة بالsubject وبعدين الverb. بعد كده هستخدم كمان لو عندي سبب ونتيجة، يعني جملة علاقتها باللي قبلها او اللي بعدها سبب ونتيجة، هربط ما بينهم ازاي. هقول كلمة as a result، هقول مثلا for this reason او therefore. لو عندي مثلا عايزة ادي example هقول for example او for instance. for instance يعني انا كده بدي example. يبقى دي مجموعة من كلمات ممكن نستخدمها داخل البدي. وطبعا هنحاول ان احنا نشوف جزء تاني ليه علاقة بالconclusion، وازاي نعمل conclusion في الparagraph بعد ما ناخد تليفون او اتصال تاني. محمد من اسوان، هلو هلو هلو، هاي محمد، how are you؟ I'm fine, thanks. محمد عندك سؤال؟ محمد؟ نعم. ممكن تعلي صوتك وتقول لي في عندك سؤال؟ اختر. ايه؟ اختر. انا مش سامعة. اختر اختر سؤال اختر. letter؟ letter يا محمد؟ choice choice. sorry ايه؟ choice اختر choice. طب يعني انت عاوز تسأل حاجة ولا مش عاوز؟ choice choice. choice. اوكي، طب قول لي يا محمد ايه السؤال بتاع ال choice؟ this تاني this not this وبعد space وبعدين not not اول حاجه not space وبعدين running running my running miles in factory running miles وبعدين running my in factory my own running my own factory own factory is hard work. Factory is hard work. It is enjoyable. Hard work. طيب. It's enjoyable. ده تكملة الجملة. It's enjoyable. تمام. الاختيارات. ايه الاختيارات؟ Despite. Despite. Although. Although. However. However. Because. Because. Yes. طيب. Okay. طبعا انا هنا عندي جملة بحاول اشوف العلاقة ما بين الجزء الاول من الجملة والتاني علشان اعرف احدد يا محمد. فاحنا عندنا كلمة running دي noun او اسم. تمام. وانا عايزة اقول ان running الفاكتوري ده هو hard، هو حاجة صعبة ولكن هي ممتعة. عندنا كلمة صعب وكلمة ممتع، يبقى انا محتاجة هنا رابط يبين لي انه شوية في زي تناقض، يعني بالرغم من. اوكي، فعندنا كلمة بالرغم من هي كلمة despite. طبعا ما ينفعش معاها كلمة however لان however دي معناها لكن او but، وهي ما تنفعش في ترتيبة الجملة دي. because طبعا دي سبب ونتيجة وده برضو مش مناسب في السؤال ده. running my own factory is hard work it's enjoyable. في ال question ده كلمة despite مناسبة جدا. despite running my own factory is hard work it's enjoyable. طبعا كلمة running هي اتحولت لنون او موجودة في صيغة النون لان despite ممكن جدا اختصر الجملة واخلي بعدها النون مباشرة واحط ing للكلمة. اوكي؟
Thank you very much, Muhammad, for your question. معلش يا مس سؤال ثاني. سؤال معلش. اتفضل طيب. Find the mistake. طيب. Find the mistake. Despite walking. Despite walking. Is a good. Walking. Is a good of. Is a good from. Is. A good from exercise. A good. Double O. A good يعني كلمة good وبعدين good. Of exercise. A good for ولا of. Of. For. Of. 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 Of exercise. I don't practice it. I don't practice it. Practice it. تمام. Despite walking is a good of exercise. I don't practice it. طيب احنا هنا المفروض يعني في عندنا هنا كلمة زيادة او مش المفروض انها تكون موجودة. Despite walking is a good exercise. طالما دي كلمة of مش for. فاحنا كده هنقول a good exercise والمفروض ان احنا نشيل كلمة of. اوكي؟ يبقى السنتنس Despite walking is a good exercise, I don't practice it. دي المفروض الجملة السليمة ان احنا نشيل كلمة of. اوكي؟ Thank you very much يا محمد. واحنا كده للأسف وصلنا لنهاية الحلقة. Thank you for your calls, your contributions, مشاركتكم واتصالاتكم. Hopefully the episode was enjoying for you. Wish you the best of luck in tomorrow's test. بتمنى لكم التوفيق في امتحان بكرة. Thank you very much and best of luck for you. See you soon again. بس بعد بقى ما أقول لكم دكتور وأستاذ وأستاذة تكونوا تخرجتوا إن شاء الله بكل نجاح. Thank you and bye.